أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يسأل هذا يقول: يتردد على ألسنة بعض الناس حديث إذا كان صحيح: خير الأسماء ما حمد وعبد، وماذا ورد في ذلك؟ الحديث بهذا اللفظ غير صحيح. الحديث الصحيح: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. هذا لفظ الحديث: عبد الله وعبد الرحمن. نعم.